بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تحذير على لسان سيادة اللواء علي أباظة مدير مباحث الإنترنت السابق، منشور على موقع صدى البلد. حذر اللواء علي أباظة مدير مباحث الإنترنت السابق بوزارة الداخلية من اصطحاب الفتيات للهاتف المحمول في ليالي الحنة والحفلات والتجمعات، وقال: عند جلوس الفتيات في الحفلات يتم التقاط صور على سبيل المزاح، تفاجأ بتسريب الصور وتصبح تمثل تهديدا لصاحبها. أقول لأم العروس، الكلام لسه على لسان سيادة اللواء علي أباظة، أقول لأم العروس لا تسمحي لدخول أي بنت قبل الحصول على هاتفها. يعني هو بيتكلم عن إن البنت هتصور في وسط بنات، مش إن البنت هتصور في وسط رجالة أو هترقص في مكان عام، هو بيتكلم عن إن البنت هتصور في وسط بنات، ومع ذلك بيقول للأم خدي المحاميل بتاعت البنات. أقول لأم العروس لا تسمحي لدخول أي بنت قبل الحصول على هاتفها، لأنه بيتم التصوير ويبقى فيه تهديد فيما بعد وتصبح فضيحة. الحقيقة قبل ما أتكلم عايز يعني أقول ألف ألف تحية لمباحث الإنترنت على التوعية القيمة دي، ويا ريت يعني الكل ينشرها، لأنها بتبين فعلا حرص الراجل ده هوت اللي أنا والله ما أعرفه، وبالتأكيد هو ما يعرفنيش، سيادة اللواء علي أباظة مدير مباحث الإنترنت، في نصيحة خالصة. يعني أنا حاسس بصراحة بصدق النصيحة. يعني في حد شرح لي، لان انا مش ضليع قوي في الانترنت يعني، او في السوشيال ميديا او في بتاع ده، كل اللي انتوا شايفينه على ده كله يعني من صناعه اخرين للعبد الفقير يعني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. في حد شرح لي ان في برنامج جديد خطورته انه بياخد بالبصمه. يعني ايه بالبصمه؟ يعني لو حضرتك حتى متغطيه تماما، ما فيش باين الا عينك، وحد التقط لك صورة، بياخد البرنامج ده هو بصمة العين، وبيعمل عليها سيرش على جوجل، وبيجيب لك أي صورة في أي مكان أنت صورتيه، وبيبدأ يحدد الملامح الأساسية بتاعة الجسم زي الطول، العرض، لون الشعر، لون العين، حجم الأنف، عدد الأسنان، لون البشرة، الثدي، الريت في الصورة لجوه أو لبره. الحاجات ده هي كلها بيحددها، وبناء عليه بيبدأ المجرم اللي هو لقط الصورة دهوت يعمل لك صورة بتشبهك تماما إلى حد كبير جدا، ممكن بنسبة 90% أو 99% 100%. وأعتقد إن في بنت قريبا كان اسمها باسم عليها رحمة الله، إن هي راحت ضحية لكلب من الكلاب ده همت، صور نزل البرنامج ده وصورها وطلعها شبه عريقة أو عريق، والبنت انتحرت بعد كده لما شافت الصور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يعامل من فعل ذلك بما يستحق. طيب لو فرضنا يعني أن حضرتك كنت بتتفرج عليها دلوقتي، قلت ده شيخ وبعمة ومطمطم وملهومش في الجو دهوت. وفي حاجة تانية برضو شرحها لي الأخ دهوت، قال لي ممكن المجرم ده وهو في الفرح وبيصور هصور لك حركه انت مش قصدها، يعني حركه ممكن تكون مثلا بتتهز كده مع بنتك، هو مش هيجيب بنتك، هيجيبك انت وانت بتتهز كده، وتنزل على السوشيال ميديا، وبعدين هو يمسح الموقع بتاعه او يمسح الحساب بتاعه، يلغي الحساب بتاعه من على جوجل. قولي لي بقى مباحث الانترنت هتجيبه لك منين؟ واخد بالك؟ فيا ريت يا ريت يا ريت في الحفلات زي ما هو قال، في الحفلات، في ليالي الحنة، في ليالي الدخلة، في التجمعات، نبهه تنبيه قوي جدا بأنه محدش يصور، يا إما محدش يرقص خلاص، يبقى البنات مع بعضهم ياخدوا البنت كده، العروسة تاخد مثلا 10 15 بنت ويتلم المحاميل بتاعتهم ويرقصوا زي ما هم عاوزين، ويضحكوا زي ما هم عاوزين، ويلعبوا زي ما هم عاوزين. كمان بحذر قوي قوي قوي، بحذر قوي من انتشار الفاحشه بين المسلمين، الافوره الزايده، الافوره الزايده. يعني البنت الراقصه دي اللي هم بيقولوا غلط معلمه، يعني طبعا دي خلاص ما عادش ينفع معاها الا لفظ راقصه. الراقصه دي اكيد اتت بفاحشه، ايوه، لان ابن عباس بيقول الفاحشه ايه؟ الفاحشه ان الواحد تعلي صوتها على جوزها او على اهل جوزها، واخد بالك؟ مش الفاحشه اللي هي الزنا، لا،
طب دي عملت ايه؟ دي ما علتش صوت على جوزها وقالت دي اهانت كل الايه؟ بغض النظر، مش عايز اتكلم في الموضوع دوت خلاص، لكن الفكره بقى في ردود الافعال اللي عملوا بقى، اللي عملته المواقع للاسف، اللي هي اللي مفكره نفسها مواقع محترمه وكده، نشرت الخبر بشكل فيه افوره زايده جدا وخد اكبر من حجمه جدا، وده انتشار للفحشه، وفيه في ناس فيها خبث، يعني يقول لك ايه؟ يقول لك عادي، مش وهو عارف ان ردود الافعال على كلمه عادي دي مش هتيجي طبيعيه، يقول لك ايه يعني في وسط زمايلها، وهو عارف ان ردود الافعال على الكلمه دي مش هتبقى ايه؟ هتبقى مأفورة، يعني هتبقى كبيره قوي وضخمه قوي، ففي ناس نشرت الفاحشه عن عمد، وفي ناس للاسف نشرتها يعني عن جهل او عن يعني سوء فهم، مش فاهمه ان يعني في قاعده تقول لك ان لم تستطع نصره الحق فلا تصفق للباطل، يعني خلاص اسكت وخلاص عن الخبر، ما تنشروش، لأن ربنا سبحانه وتعالى حذر تحذير شديد جدا 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 جدا، قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، وللأسف الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا في ذلك الوقت يعني كثر جدا جدا جدا، ومش عايز أشرح، طائفة كبيرة جدا من الإعلاميين، طائفة كبيرة جدا من اللي مسمين نفسهم أصحاب الفن، العفن الفكري، العلمانيين، الشيوعيين، الناس الذين يتربصون ببنات المسلمين وبشباب المسلمين، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.